ما عندناش للأسف. من أكبر الكوارث ومن أكبر المصائب اللي تعاني منها ليبيا إن احنا ما درناش ريفاينرز تكفينا، والمفروض نصدره. احنا قداش مرة عيطنا ما عادش نصدره نفط، المفروض نصدره منتجات نفطية أغلى وأحسن ومطلوبة في العالم، بنزين، ديزل، كيروسين، إلى ما إلى غير ذلك. رأى المفروض عندنا مجمعات صناعية مستوعبة شبابنا الخريجين، وننتج منتجات نفطية معاش نبيع كرود أويل. لو بعنا 200 300 500 ألف المفروض على الأقل نكرر ما لا يقل عليه مليون مليون ونص برميل يوميا في مصافي ضخمة. يا راجل دول لا تنتج برميل واحد وعندها مصافي ضخمة. احنا ننتج في البترول ونبيعه فيه بترول أسود أرخص وأسهل وأقل وجع راس، ونستورده في البنزينة. شفتوا القهرة وشفتوا الخياب وشفتوا العار وشفتوا التخلف. 40 سنة من أيام القدافي وتو 10 سنين بعد أيام القدافي ما قدرناش نديره مصفاة ولا زوز ولا ثلاثة. بالمفروض شمال أفريقيا هذه وأفريقيا السوداء بالكامل، الصحراء وجنوب الصحراء بالكامل احنا مونوها بالمنتجات النفطية. بل أوروبا المفروض والشرق الأوسط نبيعوا لها منتجات نفطية، بنزين وديزل وما إلى ذلك. مش معقولة قاعدين نستورد في منتجات نفطية من دول لا تنتج، ما عندهاش نفط، تستورد تاخذ منها نفط تكرر وتبعته لنا بنزين بأضعاف مضاعف. للأسف الشديد توا الدين المحلي يوصل ل 200 مليار. فالآن يجب الضغط على الحكومة ونقول لها يا حكومة أرجوك العبث هذا يوقف. يا مهندس عبد الحميد الدبيبة راك تسأل يوم القيامة أمام الله عز وجل على هذا الاستنزاف. يا أخواننا توا ولام صارت عركة في مجلس الوزراء، قال نتاع بوسط النفط قال لهم كانت تبوا البنزينة ما تنقطعش عليكم، راهو نبي 700 مليون. نطولة قالوا لنا انت العام اللي فات 350، كيف يتضاعف الرقم؟ يتضاعف لان التهريب زاد. خدمة بيشفقي، والتهريب لا يمكن انك تسيطر عليه الا ان البنزينة تبدا بخمسة جنيه. خمسة جنيه جمرة وطاحت في المية انتهينا. وراه اللي ما يبوش الموضوع هذا يمشي هي ما في التهريب. وأقسم بالله إن اللي ما يبوشي ما في، لكن شني يستغلوا في المواطن البسيط علشان يهاجمنا احنا اللي نبوا فلوسنا تقعد عندنا علشان يوقف هذا الاستنزاف.